هذا المخزن. يلا شوفوا ما شوفوا السيارات اللي دولها. الله أكبر الله أكبر. بقيادة الفندم عزيز العتيقة والفندم العوضون تمت السيطرة.
في مخازننا. يا اخواني ذهبوا من القبر هذا الان تسهلون. بنبلونكم به. والله يدينا يدينا حتى الان يا هذا قبل جار قبل جار خنفر هذا قبل خنفر هذا معسكر شنيني عسكر شنيني هذا انا حان بال الخير يا طا يا ولد ولد الله اكبر ولد اقزام السلفيين مع الفندق معليه نقول لعبد اللطيف السيد ها هي الكورونا حقك الكورونا تم بسلامه ايوه الحراري وتم حرقه والحراري روحه باتيس الحراري حقك الله اكبر اقدر اغتنمنا هذا الطقم وهذا حقك مش مشي الله أكبر الله أكبر هذا أحد الغنائم التي أخذناها عليه هذه تقوم المليشيات هذه تقوم المليشيات هذه ما بيد الجيش الوطني هذا حقنا نحن والعوضان الله أكبر أفاد هذا البطل حرارية هذا ناظر قاعدة صواريخ حرارية هذا صاروخ هذا صاروخ حراري وهذا صاروخ حراري هذا كله غنائم من حق الانتقالي هذا كله فضل الله تعالى هذا غنائم وهذا غنيمة هذا غنائم المجاهدين هذا غنائم أيوة هذا غنيمة أيوة أيوة هذا غنائم غنائم كله والله كله غنائم هذا غنيمة من غنائم هذا فوز من فوز الانتقالي هذا الطقم وهذا الطقم الحمد لله بعون الله تم دحر مليشيات الانتقالي وهذه قدمهم هذه غنائمهم غنائمهم هذه مخازننا يا اخواني ذهبوا من القبر هذا الان تسهلون بنبلونكم به والله يدينا يدينا حتى الان يا اخي خلاص وين هذاك هذيك القبل قعاد هذا القبل هو قعاد
قوات. ولا باغي حد ولا بندق ولا باغي حد. كورونا جاي من شغل دار لوجيه ايوه يا هذا طقم من طقم هذا احد الغنائم التي اخذناها عليه هذه طقم المليشيات هذه طقم المليشيات انا ما بعيد الجيش الوطني الله اكبر افاد هذا البطل هذا الاسود هذا الاسود ما ترفع العيار في من اصحابنا الصبور
وبعدهم هؤلاء الذي لا لهم لا دين ولا ملة بإذن الله نحن بعدهم بالبنادق بإذن الله ولا بنخلي واحد عسكر الميتة
هذه المقصد.